هذا انت ولا 100 مره قلت لك على الحاره ما بتعدي وعلى الباب ما بده. الله يعينك ويا ويلك ويا سواد ليلك اذا الموضوع الجاي مشانه مو ضروري. ضروري كثير، تركني بعرك تخدقني. خايف على الروح النسه؟ شو هالموضوع الضروري؟ قل لي لشو المعلم عم بيقول. خايف من فساده تجيك اليوم من شي واحد ابن حرام. لك لك ايش هالشعب المؤمل هذا؟ لك فعلا ما بيستحوا ولك بيتفاسدوا علينا بيوم فضيل مثل هذا؟ فعلا لا ذمه ولا شرف، مثل ما قالوا اهل اول، اذا لم تستحي سوي اللي بدك اياه. الموضوع فيه انه ولازم يا معلم تدير بالك، لانه مثل هيك اوقات المخفر بيتنشط، الناس مشغوله بالعيد من طرف والكبسات شغاله من طرف تاني. وصل، خد درب طريقك ورو انت، وسلمني يا معلمك وقول له رايحين يطلعوا من المولد بلا حمص، رو خيروه. وصل، تكرم. مساعد عمران، دير بالك على الناس اللي عنا بالحجز، وإذا أجاهم شي من أهاليهم لا تتقاسمون معهم، لأنه اليوم يوم فضيل وخلوهم مرتاحين. سيدي نحن عم نحاول نريحهم كتير بس هن ما بين معهم. يا سيادة المساعد سبعان، سبعان صوتهم سيدي رايح أشوف. استنى شوي يا مساعد عمران. حاضر سيدي. ألو، احترامي سيدي، معلومات عن مين سيدي؟ الظاهر رجع يلعب بدنبه وأنا جاهز لأقطع له يا سيدي. حاضر سيدي، هلأ ببعت دورية يداهموا البيت ويفتشوا. حاضر سيدي حاضر، أنا رح كون على رأس الدورية وما رح نزعج النسوان. حاضر سيدي. سيدي فرضا ما لقينا شيء، معكن حق سيدي، منكون عملنا له فركة إذن خليه ما يتحرك على كيفه بالمستقبل. حاضر سيدي، مع السلامة سيدي. خير سيدي. جهزي العناصر، بدنا نطلع دورية كبسة على بيت بالحارة. بيت مين سيدي؟ بعدين بتعرف. ممكن أجلها بكرة سيدي، اليوم عيد مولد، يعني إزعاج الناس معصي. لأنه اليوم عيد المولد لازم نساوي الكبسة، هدول الناس عم يسببوا الأذى لصاحب المناسبة وإزعاجهم مو معصية. والله معك حق يا سيدي. بسرعة، التأخير مو من صالحنا. حاضر سيدي. شيلوا صينية الجبس بسرعة، شيلوها 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 بسرعة. ايش في ابني؟ ايش في؟ يلا بدك اشتغلوا اشتغلوا. ايش هاد؟ لك هذا شاء العمر يا يوم، شاء العمر، بتحطوا بكل صرة صغيرة شفت حجرة، ايه؟ بتكوموها جنب الجب، إذا اجت الشرطة لتكبس على البيت بتمسكوا الصرة كلها بزتوها جوات الجب، وتتأخروا بفتح الباب كثير. ها ليش أنت وين بدك تكون؟ أنا أطلع سطوح، من سطوح لسطوح بصير بآخر الحارة. ولإيش الحجار؟
خذي على هالزكا با، خذي على هالزكا عند هالليل وهالمساء، خيتوم نحط حجار بالصرر مشان تغوص جوات الجب، لانه اذا طافت على وش الجب وجه الشرطه وشعلوا البيال وشافوا البضاعه رحنا كلياتنا دبلك. ايه لي على هالسمعه، لك ابني هاي المي عم نشرب منها، بعدين اذا تسممت منين نشرب اذا عطشنا؟ ابا جيبوا كم قدوس من عند الجيران لحتى نشوف لنا حل. وميتنا ايش بده يصير فيها اذا رحنا جبنا كم قدوس من عند الجيران؟ ما بعرف ما بعرف، لا تحاصروني باسئلتكم، بعدين بنشوف ان شاء الله بيسر. خلاص بقى. ولك ابني المي اعطانا اياها رب العالمين نعمه حتى نحافظ عليها، بجوز نسمم النعمه اللي اعطانا اياها رب العالمين؟ لك بدك اياني اتختخ بالحبوس وما حدا يعطيكم شقفه خبز؟ لا اياك ايش برا وبعيد كله الا جوع. لك ابني والله انا خايفه، هذيك المره شلفت شقفه من هذا ضراب السخن جوات المي، لا اتاكد انه هي بتسمم ولا لا، وصقيت الزرعات فيها قاموا الزرعات ماتوا، ومرتك بالغلط شربت مي قامت داخت. يوم شان الله لا تستلميني جبه وقميص، مالك فاضي لهالحكي. لك ابني اذا سالونا الجيران ليش بدكم مي من عنا وجبكم احسن جب بالحاره، ايش لنقول لهم؟ قرينا قطه وقعت بتجب وفطست وبنكب كل يوم 70 قدوس 7 ايام، فهمتوا؟ اي والله حرام، انا بحس اني هذا الجب واحد من اهلنا ولازم نرعاه ويرعانا وما نكب فيه شيء ما بيرضى الله عنه. يوم قليله لبنتك تسكت بلا ما اشفها بتجيب قبل الاغراض. اه اي وايش رايك تربطني بحجره كبيره مشان اغط بالجب مثل الاغراض وما اطلع؟ والله والله بسويها اذا فتحتي تمك بكلمه. ها افتحي الباب قومي. انا لك ايه قومي. طيب اذا كان هبلي ادخله؟ لك ايه بس طلعي اذا في حدا من الدوريه تعي خبرينا بسرعه. يلا عجلي يلا قومي. يلا يلا. دعوا دعوا اجوا اجوا. مين؟ انا هبلي هبلي ما عرفتني هبلي. بالاول ما عرفتك فوت. في حدا معك؟ ما في حدا ما في حدا ما في حدا. بين حدا منهم؟ لا ما في حدا ابدا. ايش هالزياره بعد العشاء شد الحفانه؟ اجوا اجوا والله اجوا والله اجوا. مين اللي اجوا له؟ الدرك الشرطه اهل المخفر كلهم كلهم بعبين حاره بعبين حاره. ايش تبغي ايش تبغي؟ قص الورطه ان شاء الله هلأ وقت الاكل ولا؟ جوعان جوعان انت ما بتعرفين باكم جوعان. رضيه خذيها على المطبخ حطي لها شويه اكل، زدتوا الاغراض كلها شلفوها جوات الجيب قبل ما تفتحوا الباب. ها بنتي حدي على راسك وحملك افتحي الباب يلا بهذا اسمع. مين؟ شرطة يوم شرطة شرطة. اهلين اهلين ابو الشرطة اهلين فضل فضل. شو شايف سبقتنا لهون ليكون خبرتهم انه في كبسه؟ اسمع خيو انا ما جاسوس ما جاسوس ايوه ما جاسوس. شو هذا اللي بالصحن؟ لحمه لحمه جاوا لحمه؟ الف صحة. مساعد عمران حاضر سيدي. فتش البيت تفتيش دقيق بسرعه. حاضر سيدي. انتشروا انتشر انا كمان والقضاء هون اساعدك. لا انت خليك عم تعبي كرشك مشان الله يا خالي لا تؤاخذينا. الله يصلحك يا ابني، حدا بيعمل هيك بعيد المولد؟ شو طالع بايدنا؟ الواجب هيك بده، مشان الله لا تؤاخذينا. نحن إذا بدنا نسوان تخوفونا بنصاص الليالي. سألي المنظوم ابنك، صاي وينه؟ راح يوسع حلو مشان نعيد المولد النبوي. ها، صاحب واجب والله، وقلبه لالله. إيه إيه، هو قلبه لله، وأنا أشبع الأكل. أنت ما بتشبع؟ ما بشبع ما بشبع، عندي خابي خابي كبيرة كبيرة، غمية غمية غمية، مثل الجب، إيش ما شايف فيها؟ ما بتعبى. سعد عمران. نعم سيدي. تعال عندي شوي. حاضر سيدي. اعطيني البيل تبعك. حاضر سيدي. بدي اطلع تطليعه على المي بركي بشوف شي بالجب. معقول يا سيدي؟ يعني معقول نشلب شي بالجب؟ بتتسمم المي وما عاد تنشرب. لازم نتاكد يا اخي. شفتوا شي سيدي؟ ما شفنا شي. تابعوا التفتيش يا مساعد عمران. حاضر سيدي. لازم تساعدينا يا خالي، خلي ابنك يبطل الشغلات اللي فيها أذى للناس واللي الله ما أمر فيها. والله يا ابني عملت المستحيل معه،
بس الله يصلحه. معناتها ابنك عم يشتغل الشغلات مثل ما وصلتها الاخبار؟ ولي علي ان شاء الله، والله ابني ما في مثله. انا دائما بقول لك ابني لا تشتغل شغلات ما هي كويسه. خلصنا سيدي. ما لقيتوا شيء؟ ما شفنا شيء سيدي. ماشي، مساعد عمران. نعم سيدي. انتظرني برا انت والشباب. حاضر. لا تؤاخذينا يا خالي، انا كنت متمني من كل قلبي انه ما نلاقي شيء، والحمد لله انه ما لقينا شيء، لانه ما بحب احبس حدا بهالليله الفضيله. الله يحميك وينصرك على اعدائك يا رب. يلا بخاطركم. مع السلامه بالشرطه. فوت. لك قصير معك، ما شفتك في المولد. خليني اروح نفس واحكي لك. الله يفضحهم لاولادين الحرام. لك لا تشغل بالي يا معود. لك قصير معك قل لي. لا ينشغل بالك على محب. لك انا من اول ما طلعت وما شفتك في المولد قلت عليم الله ابو الكيف صاير معه شيء. لك اعملوا بريك شاي. الله يجازيهم. شركونا الليلة، ما قدرت أجي على الجامع مثل باقي أهل الحارة. لك أنت لهلأ ما قلت لي إيش صار معك؟ يا أبو سوولنا كبسة على البيت، قال إشي ومشان الممنوعات. وشلون وضعك أنت؟ الحمد لله، وضعي سليم خيو. لك بس ما يلاقولوا شي ممنوعات هون ولا هون، ها مصيبة. وأحياة جوز عيونك، رايحين يطلعوا من المولد بلا حمص. ليش أنت عامل ببيتك مولد؟ كنت مساوي مولد خصوصي لجماعة المخفر. ومن يلوز بهم. معناها لازم تنتبه من هلا ورايح. انا اللي بنتبه. انا اخوك ابو الكيف. بتقول جايتك فساده من شي حدا ابن حرام؟ ما بقول غير هيك. وهالشوارع بدلزون على وش مره. اذا ما مسكتوا لهالابن الحرام وخليت الزوابع تلف وتدور فيه. خيو راي احلل لك المشكله. شلون بقى؟ رئيس المخفر. بدي اعرفك عليه. مشان الله عيفني منه. مالي قلب اشوفه، وبظنه انه من النوع اللي ما بتعاون. اذا ما تعاون معنا بندبر له صرفه. ايوه، شلون نعني لخاي؟ يعني بكتب له حجيب للرعبه. يمو على الله، وبلكي ما ارتعب. بكتب له حجيبين للرعبه خيو. عم تحكي عن جد ابو الروز؟ لخاي العصاية حميانه، والشباب حيطين علي بالمخفر وقايلين الله. اترك الموضوع شوي، بلكي بيطلع معنا شيء ثاني. لك وين الشاي؟ الله نيتقلوه. هالمرة نفقده، بس المرة الجاية إلهن حساب تاني معي. يمكن حدا سرب لهم خبر الكبسة وحذرهم مننا. مين ممكن يكون؟ بين الخبر اللي إجانا من الداخلية وبين وصولنا لبيت أبو الكيف أقل من نص ساعة. يا سيدي، مثل ما نحن عندنا جماعات تتعاون معنا وبتقدم لنا أخبار، كمان هن عندهم جماعات تتعاون معهم وبتقدم لهم أخبار، وأحيانا جماعتهم بيكونوا أحسن من جماعتنا وأشطر لأنه بيدفعوا لهم أكثر. معك حق، أوقات بتكون جماعتهم أشطر من جماعتنا. وبسبب الخوف إنه يقعوا تحت إيدينا صار للمهربين قرون استشعار مثل الصراصير، وصار مجهزين حالهم لكل طارئ، وصار هنن يعرفوا الشيء اللي نحن عم نفكر فيه قبل ما نفكر فيه. لا تبالغ كثير يا مساعد عمران، ما بقى غير تقول نروح نستريح ببيوتنا ونترك لهم الحارة والبلد ليسرحوا ويمرحوا على كيفهم فيها. معاذ الله يا سيدي، ما هيك قصد. لازم نكون قد الحمل. إذا كانوا بمرحلة الحكم الفرنساوي أخذين راحتهم ببيع الحشيش، لازم بمرحلة الحكم الوطني ما يقدروا يتنفسوا. تحرير البلد ما هو بطرد المستعمر وبس يا مساعد عمران. بقى إيدي بزنارك يا أبو الروس، بلكي تشوف لنا واحد من معارفك بالداخلية وضعه تقيل، شوف لنا صرفة مع رئيس المخفر، وحق المصحف مع بقدر أطيقه، سود الدنيا بوتشي لخاي. يعني معقولة لك الله بيرضاها أحط الفوقي والتحتي مشان كبسة عملتها الشرطة علينا على غفلة؟ إذا بدك الصحية يا أبو الكيف، الله بيرضاها، بس العبد ما بتوفي معه. إيها انطوها هالجوهرة، وحق المصحف ما بتوفي، ولولا هبلة أجا وخبرنا كنا رحنا فيها. لا بتعرف يا أبو الكيف،
احيانا بحس انه هبل مخاوي الله يجرنا منه. سلام قولا من رب الرحيم، وكتاب الله انا احيانا بحس هيك مثلك. خيو قيمنا من هالسيره، انا رايي اروح. خيو ما بتروح لتشرب شاي، لك وين الشاي؟ بيناتنا شاي وما شاي لخاي، نحن اخوه. بالي مشغول على البيت والبضاعه، بدي اروح اطمن عليهم. خيو لا تنسى بكره انا عامل مولد عند مقام سيدنا ابو السمايل، وعزم الشيخ صالح واهل الحاره. هيك لك فكر، ما راي انسى. شرف ابو الكيف. يلا يلا. من شان رئيس المخفر، انا بدي اشوف طريقه اتفاهم معه. ايدي بزنارك يا ابو الروس، ما لنا كبير بهالحاره غيرك. بقى إذا بتشوف لنا واحد هيك بالداخلية وضعه تقيل، بقول لك ممنون وبقول لك شكرا جزيلا. خلاص، رأي أشوف واحد تقيل في الداخلية وأشوف تصريفي لرئيس المخفر إذا يبس راسه. لك رو، الله يعمر بيتك فوق معه عمران ويزيدك من ملكه كمان وكمان، أعطيني متشة. دخيل قلبك، سلام عليكم. الله معكم.